الشكل النهائي تبارك الله ديال الباكيت، شوفوا كي جا تبارك الله، جا رائع. سلام نبي، مازال سخونين تبارك الله. شاهدوا معايا الغزلان ديالي، شوف تبارك الله كنبرك عليهم يدي كيتلاقى مع خو تبارك الله، جاو غزالين. صلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. وكنتمنى السلام عليكم، لاباس بخير، مرحبا بكم معايا في قناه شيوات فاطمه المغربيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك مع خو ديال الباكيت. بسم الله توكلنا على الله والنبي رسول الله. بسم الله، نبداو الزيت. عندي هنا 4 كاس ديال الزيت، عندي هنا 4 كاس ديال سنيدة، عندي هنا بيض بيضة، هنا معلقة نص ديال الخميرة، عندي هنا معلقة صغيرة ديال الملح، عيني ميزاني. بسم الله، بيضة غادي ندهن به الباكيت ديالي. هنا كاس ديال الماء كنجمع به العجينة، كاس ديال الماء دافي. جربش العجينة في البداية، دائما خليوها انتما يتحكموا فيها، مجرالكمش العجينة في يديكم، دائما عينكم ميزانكم. غادي نجمع العجينة ورجع نكمل معكم الفيديو ان شاء الله. انا كندلك الباكيت شوية شوية تطلق لي العجينة مزيان في يدي، سهلة تبارك الله، ما فيها شيء فوم كتير، ما فيها شي مقادير بزاف تبارك الله، سهلين مهلين، ما فيهم كاع التعب. دابا كنجمعوا العجينه تبارك الله، كنعطيكم هذا الشيء اقتصادي، دائما سهل تبارك الله. ديك واحد 5 دقائق ونخليها تطلق ان شاء الله، ندوز نشغل فيها. انا نخلي هذا تستريح واحد 4 ساعه وغادي ندوز ان شاء الله نخدمها. جينا استرحت، انا نحيد لها السلوفان، نبدا نشغل بها تبارك الله. مقطعه هي صغيره اصلا عندي، هاد الخمسه الكيسه اللي درت ديال الدقيق انا خرجت منهم 11 حبه تبارك الله. شاهدوا معايا المشاهدين ديالي، انا دابا كنكورهم، غير 5 الكيسان هادو تبارك الله، راه 11 حبه اللي خرجوا. كيجيو الباكيطات واعرين صلاة النبي. مازال لي صغرتو على هاد العجينة الكويرات هادو، مازال عطيكم كتر بحال هادي، مازال تنقص منا من هادي ومن هادي، كيخرج لكم 12 و 13. انا درت 11 كويرة تبارك الله، شاهدو معايا كندوق عليهم. انا كندير شكلاطة هنا وشكلاطة هنا وكنطويهم بحال هكا، ندير لهم بحال هكا بحال هكا وندوق عليهم هكا ونخليهم. انا دابا ندير شكيليطه بحال هكا، ساهلين مهلين تبارك الله، كيجيو اقتصاديين واعرين. اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله. صلاه النبي، ها هما الباكيطات ديالنا وجدوا، ها هما تبارك الله. الطريقه اللي كندير انا، تغلو الفيديو ديالي وتبعوا الطريقه اللي كندير، كتجي هاد الباكيطات كيجيو رائعين، كيجيو حلوين بالشوكولاته تبارك الله، كيجيو غزالين. اللهم صل على سيدنا محمد. الطريقه اللي كان نوريكم انا، تقدروا كاع النص ديروهم حلوين والنص ديروا الحشوه، اما ديروا الباكيط هذا تقدروا تعمروه بشي حاجه مالحه بلا الشوكولات، اللي بغى الحلاوه يديرها، اللي بغى الحاجه مملحه يديرها، ماشي مشكل. انا دابا هذا راه درت محلوين ديال الشوكولات، العجينه كامله بهذه الطريقه، ونرجع نشاركها مع خوتي ان شاء الله حتى الاخر. جينا انا دابا كندوق عليها شويه وكنديرها في الطاوه. دائما هاد الفرقه ديال العجينه ديروها لتحت، بين التلوقي ديال العجينه مع العجينه ديروها لتحت، باش الباكيطات ديالكم ما يتحلوش. دائما ديروهم من فوق بحال هكا، وبسطوا عليهم بحال هكا شويه براس الصبعين، غير براس الصبعين، ودوزوا الطريقه ديالهم كامله بحال هكا ان شاء الله، كيجيو رائعين، كيجيو واعرين. ديرهم لوليداتكم ما تندموش عليهم. صلاة النبي، دائما هذا الخط هذا دائما ديروه لتحت على سطح الطاوه. انا قديت الباكيط ديالي في الطاوه، انا كنجيب لكم الحمد لله المقادير اقتصاديه تبارك الله. نتمنى لكم ديروهم لوليداتكم وفرحوا بهم وليداتكم،
ودعموني معكم الغزلان ديالي وديروا لي ابوني والمشاركه والشكر لكم بزاف. نخلي الباقي ديالي خمر وعادي ندوز ان شاء الله ندهنهم بالبيض في الصبار البيضه. ها هو وعندي هنا الجنجلان وعندخلهم الفران يطيبوا هنا حتى يخمروا. هي كتكون مزروبه المشاهدين ديالي تدخل الفران تخليه يدفى شويه ودخل الباقي ديالها الفران. ديك السخونيه ديال الفران دغيا كيخمر تبارك الله دغيا كيسهل الامور. ديك السخونيه ديال الفران دغيا الباقي دغيا تيرفع. خليو البوطه شاعله فيو الفران طفيو البوطه عفوا عاد دخلوا الباقي يسخن. هنا دابا راه خليناه يدفى شويه غنطفيو البوطه وندخلوا الباقي ديالنا يسخن غنطفيو البوطه ان شاء الله نخليوه يخمر. خليت الباقيطات خمروا واحد ربع ساعه دابا راه غادي نفتحهم شويه الموس وندهنهم بالبيض ندير لهم جنجله ندير بحال هكا فتحوهم مزيان شويه ضربوا وعاودوا بحال هكا سيروا معاهم بحال هكا اللي كدهنوهم تبارك الله كيتحلوا مع الشكلاط مع الخميره تبارك الله كيتحلوا كيجيو مفقعين غزالين صلاه النبي. دهنهم صفر بيضه بوحدها ما كنزيد معاه حتى حاجه مع البيض غير صفر البيضه كنحركو مزيان بالفرشيطه ولا بالمعلقه ولا اللي عندكم في الدار وكدهنوا الباقيطات ديالكم هكا مزيان يجي واعرين صلاه النبي. هاد الباقيطات كيجيو واعرين مع حلوين كيجيو غزالين صلاه النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا غادي نكملهم كاملين هكا بصفر البيض ونديرو فوق منهم شويه الجنجلان وصافي المشاهدين ديالي الغاليين وندخلهم يطيبوا ان شاء الله ونشارك مع خوتي حتى الاخر كيجيو الباقيطات ديالنا جنجلان غير شويه شويه لا درعيهم بحال هكا احسن ديرهم في شي قريعه ديال البلاستيك الجنجلان. انا كندير دابا غير بيديا ديروه في شي قريعه وتقبوا ديك الغطايه ديال القرعه ديال البلاستيك وبداو ترشوا بحال هكا. انا دابا كندير غير بيدي يدين صعيب والله الا كصعيب شويه باليد. ديروا القرعه ديال البلاستيك وفتحوها وبقاو ترشوا بها حتى القرعه ما كتضيعش الجنجلان. اليد كيضيع الجنجلان بزاف. انتم المشاهدين ديالي كيجيو هاد الباقيطات واعرين وحلوين وفيهم الشكلاط الا صيبتوهم لوليداتكم والله ما تغنوا عليهم كل نهار يزيروكم عليهم ديروهم ليهم. ثالث الجنجلان رشيتهم كاملين بشويه الجنجلان غادي ندوز نشعل الفران نطيبهم ونشارك مع خوتي الشكل النهائي ديال الباقيطات. كيجيو تبارك الله النهايه ديالهم كتجي واعره كيجيو فاعلين تاركين صلاني. الشكل النهائي تبارك الله ديال الباقيط شوفوا كيجا تبارك الله جا رائع صلاه النبي مازال سخونين تبارك الله. شاهدوا معايا الغزلان ديالي شوف تبارك الله كنبرك عليهم يدي كيتلاقى مع خو تبارك الله جاو غزالين صلاه النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وكنتمنى الاعجاب ديالي يعجبكم.